الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، هل يجوز للإنسان أن يصوم أيام الست من شوال بنية القضاء لما كان عليه من أيام في رمضان؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أولا أن نقدم بأن الصيام في أيام من ست من شوال هو من السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. لكن السؤال الذي يتكرر: هل يجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام ويجمع فيها بين نية صيام رمضان؟ هذه المسألة تدخل في الجمع بين نية الفرض ونية النفل، والحقيقة أن الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك يجوز. يجوز للمسلم أن يصوم أيام الست من شوال ويجمع فيها بين نية القضاء مما كان عليه من أيام في رمضان. لكن لابد لنا أن نضيف هنا شيئا مهما، أنه إذا فصل الإنسان بين صيام أيام ست من شوال وبين أيام القضاء فذلك أفضل وأولى. يعني بمعنى إن هو يصوم ما كان عليه من أيام في رمضان، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال في باقي شهر شوال، أو يصوم الست أيام من شوال في شهر شوال ثم يقضي ما عليه من رمضان إلى أن يأتي رمضان القادم، يعني معه 11 شهر يستطيع أن يقضي ما كان عليه فيها من أيام. هذا أمر متسع، وهذا مما يدل على سماحة الشريعة ويسرها. خلاصة الحكم أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين صيام النفل وصيام الفرض بنية واحدة إذا كان صيامه في الأصل صيام تطوع. والله أعلى وأعلم.